بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنحل أسئلة الوحدة الأولى من أحياء الصف الحادي عشر. علمي عزيزي الطالب، سنبدأ بأسئلة اختر أي من الرباعيات الآتي تشكل العناصر الأساسية في تركيب المادة، وهو الأكسجين والهيدروجين والكربون والنيتروجين. عزيزي الطالب، أي من المركبات الآتي مركب هيدروكربوني؟ طبعا هذا هو المركب، هو عبارة عن أجل. أي العناصر التي يعمل على تقوية جهاز المناخ؟ طبعا بشكل أساسي، طبعا حسب كيف عرفنا من النسب الأساسية التي تتكون فيها كل من العناصر. أي العناصر التي يعمل على تقوية جهاز المناعة؟ وهو الزنك. طبعا لابد عزيزي الطالب أن تعرف كل عنصر ما هو المفيد له، لأنه يأتي في الامتحانات بشكل أساسي. ماذا يعمل عندما وضع خلية دم حمراء في محلول عالي التركيز؟ عالي التركيز فإنها تنكمش عزيزي الطالب، لأن السائل والماء أو محتويات الخلية حسب نظرية الضغط الأسموزي ستنتقل من الداخل للخارج، فبالتالي ستنكمش. والعكس عندما يكون ستنفجر في حالة لو كانت منخفض التركيز. ماذا تسمى طريقة أيونات الصوديوم عبر بروتين ناقل خارج الخلية إلى داخلها دون الحاجة إلى طاقة الانتشار المسهل؟ أي من الآيات يعمل المواد الآتية يعمل على تقليل طاقة التنشيط؟ وهو عزيزي الطالب الأنزيم. السؤال 7، أي من الآتي لا يلعب الفسفور فيه دورا مهما في الخلية الحية؟ وهو جيم، لأنه لا يدخل في تركيب بروتينات الخلية. ما الوحدة البنائية لتركيب الكايتين؟ وهي جلوكوز أمين. طبعا دقيقة حتى أمسح هذا. انتبهوا معي. أي من الآتي تعمل أنزيمات بأعلى كفاءة عند الأرقام الهيدروجينية المنخفضة عزيز؟ وهي المعدة عزيز الطالب، من 1 لـ 4 تقريبا. ما في أي حالة ينتقل الماء من خارج الخلية إلى داخلها في التركيز الخارج أعلى من التركيز في الداخل؟ طبعا السؤال الثاني، أبين الدور الحيوي الذي يؤدي في كل من ما يلي بالنسبة للكائنات. بالنسبة عزيز الطالب في البداية للزنك، الزنك عزيز الطالب يقوم بتقوية جهاز المناعة، التئام الجروح، تعويض الخلايا التالفة. أما البروتينات السكرية تشكل معرفات الخلية. الكوليسترول منع التصاق الحموض الدهنية في اللبن، المحافظة على الغشاء الخلوي، السيولة والصلابة عند تغير درجة الحرارة. وعندما يفقده هذا الكلام سيفقده أيضا. السؤال الثالث، كيف يسهم الكايتين في الحفاظ على حياة المفصليات في الصحاري الجافة عزيزي الطالب؟ لأنه يمتاز الكايتين بعدم نفاذيته للماء، فيعمل على الحفاظ على رطوبة الكائن الحي وجفافه عن طريق أنه يمنع تبخر الماء من أجسام الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الحارة، خصوصا المناطق الصحراوية. فسر ما لا يلي. يشكل الأكسجين حوالي ثلثي كتلة جسم الإنسان عزيزي الطالب، لأن الأكسجين يدخل في تركيب العديد من المركبات، مثل مثلا على سبيل المثال يدخل في تركيب الماء، الماء H2O، والماء يشكل 3/4 جسم الإنسان، وبالتالي كل هذه الأشياء سيكون لها. ولكون العدد كتل الأكسجين كبير مقارنة بغيره من العناصر أيضا، فإن النسبة الأكبر ستكون له في جسم الإنسان. بالنسبة للسؤال الآخر، الصوديوم والكلور عنصران سامة، لكن اتحادهم معا يشكل ملح الطعام المفيد للإنسان، لأن عند تكوين مركبات تختلف الخصائص الكيميائية للمركب الناتج عن عناصر مختلفة، فيجد كل من عنصرين شكل وأيونات ذائبة عند تناولها على شكل الملح. طبعا يفضل عدم غلي الزعتر والبابونج للحصول منهم على علاج الاستخدام البشري، لأنهما المواد النافعة أو المادة الفعالة توجد بشكل أساسي في الزيوت المتطايرة التربينات، وهي بشكل أساسي تتبخر عند تعرضها للحرارة. عدم عدد أنواع الأنزيمات في جسم كبير جدا في الأنزيمات في جسم الإنسان، لكن كميتها قليلة لأن عدد التفاعلات في جسم الإنسان كبير جدا، وكل أنزيم يختص بتفاعل معين لأنه بشكل متخصص، لكن الأنزيم لا يستهلك، فبالتالي كميته قد تبقى قليلة لأنه لا نحتاج فوق كميته، لا تستهلك، تبقى كما هي، كما دخلت كما خرج، لكن هو فقط يقلل من الطاقة التي يحتاجها لعملية
التفاعل. ارتفاع درجة حرارة الأطفال أكثر خطورة منها على كبار السن، لأن الأطفال في مرحلة النمو ومعدلات العمليات الحيوية تكون عالية. عند ارتفاع درجة الحرارة فإن معظم العمليات الحيوية تنخفض بشكل كبير، وهذا يشكل خصوصا لأنها تتأثر بشكل أساسي بارتفاع درجة الحرارة، وهذا يشكل خطرا على حياتهم عزيزي الطالب. هذا الشكل عزيزي الطالب يبين لك عدة أنزيمات. هذه الأنزيمات من منها يشتغل في الفم والمعدة والأمعاء؟ طبعا الأميلايز في الفم لأنه هو الذي يهضم النشا، البيبسين سيكون في المعدة، والتربسين سيكون في الأمعاء. في الفم الأميلايز، المعدة البيبسين، والأمعاء التربسين. السؤال الآخر، أي ماذا تتوقع أن يحدث لأنزيم البيبسين عند وصوله للمعدة؟ طبعا سيتوقف. لماذا؟ لأن الرقم الهيدروجيني يعمل من 1 لـ 4. لو نظرنا إلى الشكل هنا، هي البيبسين، فإنه يعمل من 1 لـ 4، لكن عندما يصل مثلا إلى المعدة ستكون الحموضة من 7 لـ 5، فبالتالي درجة الحموضة والرقم الهيدروجيني لن يتوفر له حتى يعمل بشكل مثالي. هنا عينات عزيزي الطالب، كما ترى هذه العينات من خلال نسبة المواد الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين ستعرفنا هذه العينات. فمثلا عينة أحمد، لو رأينا أن نسبة الكربون أكبر بكثير من باقي العناصر فهذا يدل على أنها ليبيديات. في عينة عبد الله سنجد أن النسبة هنا تقريبا حسب النسبة الخاصة بالكربوهيدرات، بينما هنا عزيزي الطالب ستجد أن كل هذه العناصر موجودة. إذا هذه موجودة دي ان ايه، لكن هنا عندما لا يوجد الفوسفور فتعرف انها بروتينات، لان الفوسفور ليس من التركيبات المفضلة فيها. طبعا ما الذي يحدث للخلية اذا لم يعد بمقدورك انتاج الكوليسترول عزيزي الطالب؟ فبالتالي بشكل اساسي لن تستطيع ان تجد كل هذه التفاعلات. يعني انظر هنا، ما وظيفة الكوليسترول؟ وظيفة الكوليسترول عزيزي الطالب هو أنه سيقوم بإنتاج، دقيقة غير اللون لتعرفوا ما الإجابة، عكس الوظيفة. يعني هو وظيفته أنه يمنع التصاق الحموض الدهنية والليبيدات والمحافظة على حالة السيولات. فهنا في حالة غيابه، في حالة غيابه فإنه لن ستفقد ستفقد الخلية حالة السيولة والصلابة عند تغير درجة الحرارة في درجة منخفضة أو في درجة الحرارة العادية، وسيكون عملية الالتصاق الدهني بشكل أساسي، وهذا يشكل خطر على الإنسان عزيزي الطالب. هكذا نكون قد أنهينا حل هذه الأسئلة. نرجو أن تكونوا قد استفدتم. يمكنكم أن تنشروا هذه القناة بين أصدقائكم وأحبائكم، ويوجد حل المادة التدريبية في قوائم التشغيل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.